نعم، نحن بالإمارات العربية المتحدة، وبالتحديد بإمارة عجمان الخلابة، لؤلؤة الخليج التي تمتاز بهدوئها الجميل وشواطئها الخلابة، التي تسر الناظرين وتجذب يوميا مئات السواح من كل مكان. عجمان مدينة تراثية برؤية حديثة، تجسد رؤية حكيمة من قيادة رشيدة، هدفها تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بجميع القطاعات. تجذب عجمان سنويا آلاف السواح من مختلف أنحاء العالم. موقعها الاستراتيجي ومرافقها السياحية المتنوعة جعل منها وجهة رئيسية يقصدها السائح من أجل الاستجمام والاستمتاع بأجوائها الرائعة، خاصة في فصلي الشتاء والربيع. كورنيش عجمان واجهة بحرية رائعة برمال ذهبية خلابة، رمال احتضنت البطولة الخليجية ال13 للكرة الطائرة الشاطئية عام 2010، التي عرفت تنظيما محكما ونجحت بكل المقاييس. تخطيط عمراني مصمم بعناية، وطرقات واسعة، ومجمعات سكانية منظمة. هذه هي عجمان المستقبل.